أرجو بيان حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. حقوق الزوجين بعضهما على بعض كثيرة، يجمعها العشرة بالمعروف. قول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، ويقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فمن العشرة بالمعروف الإنفاق على الزوجة والسكنة لها والمبيت عندها وكذلك توفير ما تحتاج إليه، هذا من المعاشرة بالمعروف. وكذلك هي من معاشرتها لزوجها بالمعروف ألا تمنع نفسها منه إذا طلبها في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تدخل بيته أحدا يكرهه إلا بإذنه، إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم ركوب المرأة مع الساق لوحدها ليقوم بإيصالها إلى المدرسة أو مكان العمل أو السوق؟ لا يجوز ركوب المرأة وحدها مع رجل ليس من محارمها في سيارة، لأن هذا من الخلوة المحرمة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له، وأخبر أن هذا سبب لحضور الشيطان ووقوع الفتنة. خلوة الرجل بها سواء كان في منزل أو في مكان أو في سيارة، كل ذلك يدخل في الخلوة المحرمة. ولو كان يذهب بها إلى بيت قريب أو مكان قريب أو إلى مدرسة، لأن هذا من الخلوة المحرمة. لا.